اهلا يا سعيد، انا افتكرتك رحت الشغل، بس شفت الجاكيت بتاعتك والموبايل عرفت انك انت ما خرجتش. كنت فين؟ كنت عند فريدة بنتي في المرسم. ليه؟ لا ابدا، كنت بودي لها النسكافيه بتاعها وباخد النسكافيه بتاعي معها، وكلمنا شويه. عايدة، اوعى تكون كلمتها في الموضوع العجيب اللي انت كلمتني عنه امبارح. عايدة، انا ما بتكلمش كلام عجيب على فكرة. لا بتتكلم كلام عجيب وغير واقعي وغير منطقي وما فيش منه اي نتيجة، لانه غلط غلط ومش صح. على فكرة عايدة، انا ما بتكلمش كلام عجيب ولا حاجة ابدا، والمعلوماتك انا ما فيش حد في الدنيا يقدر يقولي اكلم بنتي ازاي وما اكلمهاش ازاي، وجندي لبريق واشرب من القردة وسيب لبريق. يا عايدة، في معلومة عايزة أصححها لك. أولا أنا مش حد، ثانيا وده المهم بقى، فريدة دي بنتي أنا زي ما هي بنتك بالظبط. بس أنت نسيتي بقى إن أنا اللي ربيت، وأنا اللي كبرت، وأنا اللي تحملت المسؤولية، وحضرتك غايبة على طول وفين وفين لما تيجي تطل علينا كده وبس. عايز أقول لك على حاجة تانية عايدة، من فضلك حسبي على كلامك وطريقتك في الكلام معايا، لأنك عارفة الصبر حدود، عارفة حدود الصبر طويلة وواسعة وغير محدودة، لكن بتبقى سم لو جابت آخرها. فاهمة يا عايدة؟ ألو، أي عمر؟ أنا الحمد لله كويسة. عمر أنا عايزك ضروري. طب أنت بس قفش عليا ليه عيودة بس؟ عملت لك حاجة أنا؟ حاضر والله. طب فريدة عندها مشكلة؟ طيب خلاص ماشي، حاضر، بس عندي مشوار عند خالد في الجامعة أخلصه وأكلمك على طول. هكلمك والله. يلا سلام. سلام. شفت أنا بحب مين يا عمر؟ جميلة يا خالد، جميلة، بس دي دنيا، دنيا بجد. وهي جميلة دي قليلة، جميلة يعني جميلة في كل حاجة يعني. ماشي كده اوكي. محطتلكش السكر يا كابتن. شكرا يا دنيا. قولوا لي عملتوا ايه في موضوع السفر للندن؟ انا خلاص قدمت الباسبور النهارده للجامعة عشان الفيزا. وانا ده بيخلص لي الموضوع مع السفارة، هو اوريدي عنده شغل هناك، فالموضوع مش هياخد وقت، هيخلص بسرعة يعني. لا تمام، جميل. انت عايز حاجة يا عمر؟ لا بس كنت بفكر نغير المكان. واي نوت، ممكن نقعد في الكافيه اللي بره. لا انا قصدي نغير المكان خالص. خالص ازاي يعني؟ يعني من بره الجامعة، تجديد يعني. فكرة. بس مش هينفع. ليه يا دنيا؟ انتي مش خلاص خلصتي محاضراتك النهارده؟ هي مش كده، بس انا ماكسيموم نص ساعة ولازم امشي، مامي عاملة عزومة ولازم اكون في البيت. احنا مش كنا متفقين نقعد مع بعض النهارده لحد الساعة 6؟ ايوه يا خالد، بس هي كلمتني وانا بجيب الكوفي للكابتن وقالت لي على الحوار ده وخالته وكده. سيبها براحتها خلود، هي خسرانة. انا كنت هاخدكم منطقه جديده واعرفكم على واحد صاحبي. واحد صاحبك مين؟ اشمعنى يعني هو بالذات؟ عشان هو مختلف، بيشتغل شغلانه انتوا ما تعرفوش عنها حاجه، وساكن في منطقه انتوا ما تعرفوهاش برضه. كنت اوريكم جو الشوارع والحواري والقهاوي البلدي. يلا مفيش نصيب. لا بس انا ممكن اكلم مامي اشوفها، لو نفع ان انا اجي معاكم هعمل كده. بليز اقنعيها يا دنيا. لا هتراي يعني. Excuse me. تفضلي. بقول لك يا خلود، ايه؟ ما تديني رقمها كده عشان لو حبيت اطمن عليك وانت ما ردتش عليا ابقى اكلمها. انا حافظه، ممكن اسجله لك. اتفضل. اوكي.
ثانية عشان أسجل. خلود. إيه؟ هو لما بتكلم حد ومعاه تليفون مش بيديك وقتين؟ آه المفروض. تمام. طيب تمام يلا بينا. يلا بينا يا جامد. صبري بقول لك ايه، تعالي يا دنيا اتفضلي، عايز اتكلم معاك شويه. طيب اروح بقى انا اطلع على الحاج كده خمسه وارجع لكم. اتفضل يا فاضل. عن اذنكم. اتفضل. عن اذنك يا هاني. اتفضل. تشربي حاجه تاني؟ ميرسي. هو حضرتك كنت عايز تتكلم معايا في حاجه؟ خالد. ماله خالد؟ في حاجه؟ في كتير يا دنيا، في كتير. ادخل. تمام يا فندم. اتفضل يا عادل. متشكر يا باشا. خير يا باشا؟ خير ان شاء الله. انت عامل ايه الاول؟ والله يا فندم الحمد لله في نعمه. وازاي عبد الفتاح بيلكم؟ بخير يا باشا، بيسلم على حضرتك. يا ريت تكون بتوصل له سلامي على طول. بيوصل يا باشا طبعا. على العموم يا عادل انا عايزك تقرا الورقه دي وتشوفها كويس. وتيجي الايام ويوم ما اشوفك اشوفك كده يا ست الكل. الهي يا رب تتقطع ايده وتتخزق عينه بخرطوش من بتوع المظاهرات. هو مين ده يا بود؟ الجزمه الواطي اللي عمل فيه كده يا مزه السنين. الهي يا رب يحرق قلبه. هتتحرق جدته كلها بس على ايدي ان شاء الله. ايه الاخبار بره يا سالك؟ طمني. ولا يكون في بالك يا ست الناس، كله هيمشي زي ما احنا عايزينه واكتر. انا عارفه يا سالك ان انت واد جدع وبتحب ميرفت ومش هتسيبنا ابدا. انتي وميرفت في عنايه يا ام ميرفت. وعدنا يا رب. لما تتلمي فكرك. ما حاولتش؟ حاولت بس ما فيش. ربنا يتوب عليك يا حبيبتي. من بقك لباب السماء موزة السنين. كده يا ميرفت، كده يا حبيبتي تضربي نفسك بالنار. حد يعمل كده؟ يما انا فداكي.
سامحيني يا ميرفت، سامحيني يا بنتي. أسامحك على إيه يما؟ ما تقوليش كده. على كل حاجة يا ميرفت، كل حاجة. عكار الهباب اللي غرقتك فيه من يوم ما جسمك اتنحت، على الوقعة الهباب اللي أنا وقعتك فيها معايا في شغلي الأسود مع اللي ما يتسمى أمريكاني، على قسوتي عليكي، على ذنب أبوكي معايا اللي كنت بدفعهولك وانت يا كبت أمك مالكيش في كل ده أي حاجة غير إنك جيتي من صلبه. على كل حاجة يا ميرفة، كل حاجة. السيدة في ظهرك ياما، ما تجيبي سيرة الكلام ده تاني ياما. خلاص اللي فات مات بقى ياما، أنا ماليش غيرك. عارفة يا ميرفت، أنا لما الرصاصة جت فيا وقعت حسيت إني خلاص ساعتي جت. أنا فاكرة كل حاجة كانت حواليا، الزحمة، السعيد، وحليم المحامي وهو بينادي على الإسعاف، كل حاجة. بس الغريبة أحسن السر الإلهي يطلع من غير ما أشوفك يا حبيبتي وأحضنك لك. سامحيني يا ميرفت. حسيت ساعتها ان ربنا ممكن يغفر لي اي حاجه الا اللي عملته فيك، واللي عملتيه في نفسك خلاني اتوجع اكتر يا ميرفت. شوف انا كنت بعملك ازاي، وانتي يا حبة عين امك عملتي ايه عشان تهربي من امريكاني الكلب وتجيني. امال لو كنت حنقين عليك وربيتك بما يرضي الله كنت عملت ايه؟ ده ايه الحجر اللي كان ساكن في صدري بدل قلبي ده؟ بص يا سالك، ومارس الناس حالي اللي خده امريكاني ده كله بقى ولا يلزمني، حتى الرصاصة اللي جت في يدي كمان خلاص حقها عند ربنا، لأن لولاها ما كنتش فوقت من الغشاوة اللي كانت على عينيا دي. أنا عايزك تحط الكلام اللي هقوله لك ده في بالك كويس قوي. إحنا عاوزين نعمل في أمريكاني اللي إحنا هنعمله ده عشان حاجة واحدة بس، حق بنتي ودمها اللي سال عشان تهرب من تحت درسه. زي ما ربنا سترها معاها ومعايا إن شاء الله هيخلينا نعمل اللي يجيب ده أمريكاني في الأرض ويجيب راسه في الطين. ليكي عليا، ساعتها هخليكي تدوسي على دماغه بكعب جزمتك حتى لو دفعت ثمن اللحظة دي عمري كله. فاهم يا واد؟ ماشي يا ست. حلو قوي. قولي بقى، انتوا قلتوا ايه للظابط اللي اسمه ايمن ده عشان اديكوا كل حاجه تخليه يجيب دغ امريكاني الكلب ده على حق؟ دوباره دوباره ورائك يا جاره. كانت لازمك انت معلم الدوباره دي. اخوك مرزة، اصلا امي كانت دايما بتدعي لي في الطاوله في كل حاجه. الله يرحمها كانت دايما تقول لي روح يا ابني، الهي ربنا يحبب فيه خلوه. طب وده علاقته بالطاوله يعني؟ ما هو كل اللي على الارض خلوه يا عمر باشا. الله، ده نظريه برضه. بقول لك ايه، هو الحاج متضايق من عادتي معاك هنا ولا ايه؟ ليه بتقول كده؟ يعني ما بنزلش المحل من ساعه ما بدات اجيلك. اشتغلك؟ اوعى، اصله خايف لرجلي تيجي معاك في موضوع. طب ما تفهمه. فهمه ايه؟ قوله اللي في دماغه ده مش صح. يبقى هكدب عليه، وانا عمري بقى ما كدبت على الحاج. مش فاهمك يعني. بص يا عمر، انا خلاص رجلي جت في موضوع ومش هقدر اسيبك ابدا حتى لو انت قلت لي اخلع. مش هينفع فاضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك، الله يبارك لك يا رب. ايه يا سي عمر؟ مواعيدك مضروبه. يبقى روح واجي لك بكره. طب تعالى حبيبي. حبيبي ايمن باشا. عامل ايه؟
الحمد لله على السلام. الله يسلمك. ازيك يا سالك؟ الحمد لله يا باشا. فاكراني يا ميرفت؟ طبعا يا باشا. صبري كراسي هنا للجماعه. اه اتفضلوا. تسلم ايدك. شد حيلك يا هلا. اتفضلوا. الله خدوا. لا صبري ماشي يا باشا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا سالك عامل ايه؟ لغايه دلوقتي مفيش اي مشاكل صح؟ لا لا الحمد لله كده كله تمام. كله تمام يعني انت كده دلوقتي شفت الجزء اللي جوه كله. اه تعالى اوريك بقى الجزء اللي بره ده هيبقى عامل ازاي على التاني. اوكي. بص يا سيدي الاريا دي كلها هتبقى في بسقف وبارتيشن. طب ودي هتبقى سهله ولا صعبه؟ اه مش فيها مشكله. هتوضع فيها الديبارتمنت زي ما انت عاوز. ماشي كده. انا عملت لك بقى الوركينج اوبن اريا زي ما انت طلبت. تمام حلو قوي. في اي حاجه تانية؟ لا تمام كده الحمد لله. خلاص بعد كده السقف بقى هنحط طب بص يا باشمهندس ممكن ناخد بريك صغير كده ونرجع نكمل شغل براحتنا. نروح الكافيه اللي جنبنا هنا نشرب شاي قهوه كابتشينو عصير اللي انت عايزاه. شاي قهوه كابتشينو عصير اللي انت عايزاه. روحي واختاري اللي انت عايزاه. بابا يا مورينيو يا باشمهندس هاخد نصاي قهوه في السريع. تجيب لي فايل؟ عاوزين ممكن كابتشينو. كابتشينو دخل على طمع انت الصراحه. اه طيب بس اسمع ما تشيلش عينك من عليه لما تتاكد ان دفن المواسير صح. كارت ارهاب يعني؟ ارهاب منظم. everything okay طمني يا باشمهندس. all right السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. يا باشا أمريكاني عمره ما عرفنا أي حاجة بخصوص شغل غير الحاجات اللي هو عارف إنها ما تبقاش خطر. وعمرنا ما عرفنا البضاعة دي بيجيبها منين ولا بكام بالظبط. الحاجة الوحيدة اللي كان من حق أمي تعرفها هي الفلوس اللي بتخش والبضاعة اللي بيستلمها ويوزعها قطاع. أيوه بس أكيد أمك تعرف أي حاجة عن اللي اسمه باسم ده غير زياراته القليلة. عمرنا ما عرفنا عنه أي حاجة غير إن هو مش عايش هنا في مصر. كان بره يعني؟ لا يعني مش هنا يعني القاهرة يعني؟ أيوة مش القاهرة. كان دايما يجي لنا من البحر الأحمر. فين في البحر الأحمر؟ جنوب سيناء يا باشا أو حاجة زي كده يعني. اشمعنى يعني جنوب سيناء؟ يعني أصلك هو كان دايما بيجي بعربيتين كده من مالهم مكتوب عليها جنوب سيناء. أنت إيه اللي خلاك تركز في حاجة زي كده يا سالم؟ لا يا باشا دي آخر مرة بس اللي أنا أخدت بالي فيها لما كنت ناوي يعني أهبأ من ليلة أمريكاني دي خالص وكنت ناوي ألعب لعبة خبيثة كده علشان أبقى مع رجالة باسم من غير ما امريكان يزعل. لعبت ايه بقى دي؟ خلاص بقى يا باشا كله راح على ما فيش. ايوه يا باشا بس امي قالت لي اديك الفلاشه دي زي ما هي كده وانت هتفهم منها حاجات كتير قوي. فيها ايه الفلاشه دي يا ميرنا؟